علشان وقتنا وعشان انا عايز اخدمك واخدم بقيه المزارعين، انا بشكرك وهتابعها مع السيد وكيل وزاره الري، وهنقول الحل والرد على الهوا برضه. بشكرك الحاج عماد من الشرقيه بيتكلم على ترعه عجور في مركز اولاد صقر. بيقول لي متر خمامه تقريبا، المواسير محتاجه شبك، مصرف حدوث محتاج تطهير مع ان في ميه بس الميه مش واصله لنا. فدي هتابعها مع السيد وكيل وزاره الري النهارده ان شاء الله. الحاج علي من الدقهليه، اتفضل يا حاج علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بحضرتك يا حاج علي، اتفضل. ازيك يا استاذ فيزان؟ الحمد لله يا فندم، كل عام وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا حاج علي. انا جيت لك طبعا المكتب اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره، والموضوع ده لم تم فيه اي شيء ولا حد عمل اي شيء، وبيشتغلوا الوقت وبيبنوا، وكمان الصور دي جابوا فيه في قلب منه شرب اللي هو معمول على فدان دي، مليوه شرب الوقت ومشويين شرب، والعملية ولا أي شيء، ولا حد بيهتم بأي حاجة. طب ممكن وبيقولوا له المية ما بتطلعش العالم يا حاج علي، هنعمل إيه يا أستاذ سامع في الموضوع ده؟ حاج علي، أنت بتقول لي إن أنت جيت ونورتنا أكتر من مرة في القناة، وطبعًا أنت بتشرفنا، كلمتنا أكتر من مرة، بس بعد إذنك احكي لي الموضوع. الإيه؟ احكي لي المشكله بتاعتك، لان انا في ناس كتير جدا بتجيلنا من الدقهليه في مداخلات يوميا، فقول لي الموضوع بتاعك بالظبط ايه وفين الموضوع الدقهليه. الموضوع بتاعي يا باشا اللي انا كنت جبت لك فيه، اللي هو بتاع الجزاله اللي هو في الكردود مركز بالآن دقهلي. الحاج علي سعد اللي هو انا كنت جبت لك في المكتب مرتين ثلاثه وكلمتك اكثر من مره. فانا طبعا قلت لك الموضوع ووريت لك الورقه كليته وقرارات الازاله اللي طالعه، ولم نفذوا اي شيء، وبيشتغلوا الوقت بيبنوا، وكمان النص الفدان اللي هو جنب مني اتملى شرب الوقت ومشونين. يعني هو بيشون في الارض اللي جنبك كمان دلوقتي؟ كمان مشون شرب كتير، مش شرب عويل يعني، شرب يمكن اكتر من مليون مقطوره شرب. طيب هو طبعا ده واحد ده جارك، هو بنى على الارض الزراعيه، فبالتالي قطع عنك انت الميه وعامل لك مشاكل في ارضك. لا ده بيصرف في ارض مباشره، البيت المبني ده بيصرف في ارض مباشره. صرف صحي عندك انت في الارض؟ في قلبي الارض مباشره، وانا ما وريت لك الورقه، ما انت بس لسه كده ما افتكرتش حالك برضه. والله صدقني احنا يوميا بيجي لنا اوراق كتير جدا وبيجي لنا يعني ناس. يمكن الاستاذ عزيز عارف الموضوع كليته. فاستاذ عزيز بيرد عليا فعلا دلوقتي وبيكلمني، وانا عايز اقول لك ان احنا كلمنا وكيل وزاره الزراعه، ووزاره الزراعه كلمت المجلس المدينه وبتستعجل تنفيذ وتوصيل الحمله، لكن ردوا عليهم وقالوا لهم احنا في تنسيق امني دلوقتي علشان ننزل للمنطقه دي، فهنشوف التنسيق الامني ده هيتم امتى وهبلغك بميعاد. ما انا عاوز سيادتك لما انت قلت لي انا هنزل لك، وقلت لي هنزل اصور عندك عشان المشكله دي مش هتتعمل كده الا كده يا استاذ سامر. عمرها ما هيتم الا اذا انت نزلت واهتميت معايا بالموضوع ده. حاضر يا حاج علي. انت نزلت وعدتني ان احنا هننزل لك في خلال اسبوع، وانت وعدتني كم مره. انت شايف ان احنا معاكم على طول على الهواء وبنسافر طبعا. انا والله ما يعني اخدك معانا، بس انت وعدتني. انت اكتر واحد مقدر، وبعدين احنا جينا الدقهليه كذا مره، وانت عارف ان محافظه الدقهليه ما شاء الله من المحافظات الكبيره جدا، فيعني الاماكن لما بنيجي نحاول نلبي كل طلبات المشاهدين ما بنبقاش قادرين نوصل في نفس اليوم، فلكن طب عشان خاطر يا استاذ سامي. حاضر يا حاج علي. ونزلت وصورته في اي اهتمام. عينيا يا حاج علي، حاضر، بشكرك يا حاج علي. طب ايوه لو الحاج علي معانا سيبوه يكمل يا جماعه. طيب مهندس عاطف من الشرقيه، اتفضل يا فندم. اهلا استاذ سامي. اهلا يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك يا سيدي ويجازيك كل خير. ربنا يعزك. انا دلوقتي يعني بشكرك انك جبت